يا الجزائر يا الجزائر أنضحي الفداء، نطفي ذرار نرنا الاستعمار، أغفل الحورية نعهد الوطن، ذويذ يموثن ورنحب سارة ألا من حرد ثمور عزيزنا تسعو الليوى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أيثما تنسلم ربي في اللون. أذرار الجبل، هذا هو عنوان الدرس. مدام نسدك ساقي سذرار إشبي ربي أولي لها كان أثيدناوي فذرار الجبل دي سميسي ذواليس أذرار أيث مثلا ربي دي خلقا الكون دي خلقا الدونيث سالقدرة ينس سالأمر ينس، أكن دينا ربي دي سورة ياسين الآية 82 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فيكون. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا تعب لكي نستريح. أذرار الجبل آية من آيات الله، يعني سي الآية من ربي سبحانه إذ يخلق ذي الدنيا ثقيل ذرار أتولي ذا ذرار أتوحد ذا ربي أمشي في الزا ربي سبحانه ذي القاعة أوتادا كما قال القرآن أوتادا الوتد توست زرت توست نسناك واش المعنى توست تيوسا ندونيث الجبل آية من آيات الله من مين مقلد قذرار أن وحد وثيد خلقا جسم ضخم جدا ينبئنا عن قوة الخالق جل جلاله فهو من آيات الله وكذلك من نعم الله الجبل من نعم الله نعمة من النعم شيء عظيم ربنا دوى ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم سبحان الله ربي سبحانه يناد خلق غي ذرار ذي القاعة باش يحافظ على التوازن هذه من فوائد الجبال المحافظة على توازن الأرض ليكيليبر مولاش تروح كل حاجة الميزان ثقيث ساد في صورة النحل في زيزويث والزرام في زيزويث تحمل ذرار في زيزويث تحمل ذرار صورة النحل أتسليذ نغسك يطاس سترافقنا صورة النحل خطر ربي سبحانه يفذر بس آياتي سعى العلاقة الموضوع مباشرة إذن إذرار من آيات الله إذرار من نعم الله الدليل ربي مدي يهضر في صورة النحل ذي الآية 15 إناد وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم باش القاع يجي وستروح على الميزان أتيلي متوازنة آية 15 الآية 18 ربي يدوى إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هذه الآية تكررت في سورة إبراهيم ولكن أيضا
وردت في سورة النحل الآية 18. بعد ما غادي يهضر في نعمة الجبل ذا ذرار ذا النعمة ثم قران إن دوا إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. التذكير بالآيات يوقظ العقول للتدبر والتفكر، والتذكير بالنعم يوقظ القلوب لتشكر الخالق جل جلاله. ده شوف غادي ندير مدي الآيات كتتسلغ العقل، مري خمم العقل سموسني أذي السين ربي أذي السين يقينا استخدم كذا اللغيك يا بنادم ذايا ذا يخاطب القلوب سمسي أولاون أولاون ميلا سنن ربي يشعرون بالنعمة، يعني نعمة يجين تاع الجبل وسائر النعم ذا شرى يظرون أذو الإنسان يشكر أذي يحمد ربي. ثرد في بعض الفوائد إذرار، ولكن سمحتي قرفت شوية بشات مثلا غدا في مكان قرفت شوية حتى وقادي لاني كارز ذات قرفت شوية سوي ساعة ثنشات سوي ساعة في اللون يوكا كمثلا أكون يفكى ربي السر ذلي سر وأكون يفكى ربي ثلاثا السر إن شاء الله هاي انتفغى ميقضى هاي انتقاذ ميخضى. فوائد الجبال ذا شوثنت المنفعة ثوق ساعني ذرار أطاس وسنتد ذي القرآن أكثر من 30 صورة، صورة الأعراف، صورة مريم، صورة الكهف، صورة صاد، صورة النمل، صورة النحل، أكثر من 30 صورة صورتين ذي القرآن أربي هضرت في ذرار باش نزار ذا شو يسوى وذرار أروني ثدي خلقا ما لا يدرك كله لا يترك جله باش نوقف على جميع الآيات لا يمكن، ولكن شو تخرن ولاش من باب التذكير وربي أندو ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سورة الذاريات الآية 55. من هذه النعم من هذه الفوائد الفائدة ثم زواروث ذا شوت تجد نظرة المحافظة على توازن الأرض وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم تجد سورة النحل آية 15. وفي سورة الكهف سورة الأنبياء الآية 31 أن تميد بهم، وكل كلمة ذي القرآن تسعى المعنى ذاكي ند أن تميد بكم ذهني ند أن تميد بهم ذاكي فائدة من الفوائد العظمى باش القاعية قاسلي متوازنة خطر أصدوير وزرم ثموث أصدوير ناتشي ذين سهلان وربي سبحانه يهضرد في القاعة في ثمورث يهضرد في جنوان يهضرد في ذرار يهضرد شيء عجيب. القرآن اكتمل وبه اكتمل الدين، لكن دين ربي في سورة المائدة الآية الثانية اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقيد المنفعة ثم زواروث فهميت أنروح في السناث ذا شو في السناث أنه الذرار مصدر مخزن للقوت والغذاء ذي المخزن القوت الغذاء أما غير الإنسان يوم ذا والخير دي ثاندك ذرار ذا مقران أما الحيوان الحيوان أما الضيور
عجيب وزرم الفاز الفاز يحملي ذرار ما شام فرخنا مشطوح على كل حسنة كل قيمة كل حاجة دخل قربي يسعى القيمة سعنا كل قيمة سعنا كوزل آيات من آيات الله ولكن الفاز النسر الصقر يحب الجبال الشامخة العالية قمم الجبال وفيها أيضا معاني جليلة جدا الآن تتدفق المعلومات كل واحدة تحب تخرج هي الأولى ولكن شيء عجيب الحديث عن الجبل ليس بالأمر الهين ماشي ديني سهلا باش نهضر في ذرار إذن ثقيت الفايدة النظم القوف إثم عشت قذران الجبال تجمع الثلوج أذفل ولا ذقوال إذفلون مري السوفا وذرار أفرنوس بذفل ثمورثي وثمورثي ذرار إذ شبحض سيد فلاون أكيني سينو مذياز شبح يعني الجبال تتزين بالثلوج البيضاء حينما ترتدي هذا البرنوس الأبيض الذي يعطيها الجلال والجمال ذرار مرال سنفرنوس بذفل ذا ملال ذا شبحان أرنون ذي الهيفا أرنون ذي الجمال ويرى سبحان الله بعد الثلوج تذوب تدريجيا فترسل ماء فراتا ماء عذبا وتمتلئ السدود إذ فلاون ما رتشرني ذرار بعد ذي ذوب وذفل شويت شويت أذزني سفن الأنهار أذشرني براجن سدود الخير أربح فقدر نعمة من النعم فائدة من فوائد الجبال ثلال فايدة النظام أمانك من دخل بذرار أدفغن العوانصر خطر لن ومن يلحون سفلة تيرقوا سواقي تنزل من الجبال لن ومنكش من داخل بذرار أدفن ذي العيون لو دو سورس المياه العذبة الفرات لا وانصر ولا ذقول لا ينصر وسبحان الله ذوق نفذو حنان ذوق نفذو صمضيث ذي الشتوى حنان فالصيف الماء اللي يخرج من هذه الينابيع بارد وفي الشتاء سخون بتقدير العزيز الحكيم ولا ذقوال امن اذورار امن لا وانصر وامان ان ضربي في صورتي الانبياء الايه 30 اولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي كل شيء حياة الكائنات مرتبطة بالماء ونزمير نذير لا الكني ولا الحيوان ولا الضيور ولا تجور ولا سوى سوامان أرنو ذا غامان لها للعبادات يمكن يعني للمسلمين وهذه نعمة للمسلمين ما كانش الماء كان الحجر كان تراب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فقي هدية ربانية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته ولا شمان وهو الأصل ينتقل الإنسان من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية البدل تيمم ربي هو اللي قال فتيمموا
صعيدا طيبا. إذن الماء يصلح للعبادات، للعادات، للمعاملات، لجميع الكائنات. الماء أمان فيك نعم كثيرة كثيرة. أيضا من فوائد الجبال أنها تضعف قوة الرياح الهوجاء، عواصف أنعمي العواصف خذ من ثواغيث للدنيث إشحال قموثن السبة ظظني مرضي صوض، عواصف الهوجاء تسود دونت الباطمات، تسود دونت الخامان، إذرار الصدعاف ذي قوة الرياح حق الهوجاء. فكذا نعم النظام الفيذ النظام أن الجبال ذا شو ذا يتخدم توجه الرياح أظو ذا كذا نعم النظام توجه الرياح ذا إذرار تعاونا تساعد هذه الجبال على صناعة الغيوم السجنة. الجبال عنده علاقة سجنة السجنة يخدف كل هو ربي سبحانه ند في فين يعني السحاب الغيوم يجمع ربي وكل غيوم مني سرياح الرياح تسوقها من مكان إلى مكان المدينة ربي سبحانه، فترى الودق يخرج من خلاله. الودق معنى المطر أتولد السجناء وسجناء لنسين إلو مقارن السجناء سعنا مان وقيقان سرباب في اللغة العربية. السجناء سعنا مان اسم السراب ثلا الغيم السجناء سعنا مان فترى الودق أتولد لهوا قد فرس سوق السجناء إلا ويضوالو السراب دي جنتي فوز دي جنتي الشاب ذي المهارون الرشيد في أيام العز أسمي ولا سيجنا يلحو خطر سيجنا ساحب يسحب هذيك الرياح تسحب السحاب ولا سيجنا يسبعد يتراجد غير هو ذاكي تبعد إذا يهضر يلغي مني السحابة إنس أمطري حيث شئتي فإن خراجك سيأتيني. عندما يهوى غاية سجنة عندك يهوى سرح ديوامان الخيرنية ديوض إحنا اسمه الله خلافة الإسلامية وسع جغرافيتها واسعة أيام العز. فجي من فوائد الجبال، من فوائد الجبال أيضا أنه أذرار نتخذه ضد أعذاو نكون أذرار النغيسة تاريخ أشحال كتبني مذيازان في ذرار فرنسا إكستعمرا إكحتلا ثمور ثنغ القرن 32 سنة ألمث فغاستيني العالم بلي ثمور ثقي ذاين ثغال صاروا ميث ذاين. ولكن الحمد لله شعبنا لأن الثورة الجزائرية ثورة شعبية ثورة شعبية تسقيتي الصوضا باش تسعوا أزال أكثر الثورات في العالم ثورات الكبرى ثورة روسية والثورة المصرية ثورات الكبرى يمخذ من مقارنة بين الثورة الجزائرية والثورات الكبرى في العالم ننثقين نغتغل في ثنتية وأيغر من أسباب ذلك أنها ثورة شعبية. شركنا كذيس ذير قازان تلاوين مزيين مقريف وشحال السفرة يخدمني مزورة في ذرار السيسن يا الجزائر يا الجزائر
أنضحي الفداء، نطفي ذرار، نرنى الاستعمار، أغفل الحورية، نعهد الوطن، ذوذ يموثن، ورنحب سارة ألا من حرد ثمورث عزيزنا تسعو الليوى. الطاسي سفرة إذن نمزورة ذي الوقت الثورة قبل الثورة في ذرار حصن حصين جدا زلزلة جنرالات فرنسا وقوات فرنسا أذرار ضربي ذي خلقا، ولكن وقاذيك سن القيمة بذرار استخدمت في الجهاد، استخدمت في الثورة المباركة، أذي رحم ربي جميع الشهداء. إذن ذرار ينفع ذاغ ذرار يسعى الفايدة النظام ذا شوت يتسكد الجهد، يتسكد القوة، يتسكد الفوذ. حينما ترى الجبل تستمد منه القوة والثبات، وهو رمز للشموخ. أتوعظ أذرار أكدي في كل جهد، أكدي في كل قوة، أكدي في كيف الدن. أذرار ما زال تكمل ذي الفيدات أبو ذرار. سي الفوائد أبو ذرار أنه يصنع الجمال، جميل يلها الدليل سجق لهذا الجذرار. والحمد لله الإنسان يتمتع بنعم الله، الجذرار الغابة، وإن شاء الله يحزر بذرار الغوافي ماشي مكولا نفذو أضرغ أنت الغابة ترى تزقي يزقيني تساكي غدا تزقي لغ الساعة الساعة داغ الخيريس الساعة الفايدينس يشدنوا لغ الأكسجين غ الهواء كينس تنشيق. نعم أين كنت خلق ربي سوى زاليس إلا يزم ثلاث وطوف إلا والغم إلا وفروخة مشطوح إلا الفاز إلا وفروخة مشطوح كل شيء ذي الدنيا ثقين دي خلق ربي سبحانه ما نعلم وما لا نعلم. الدليل في سورة ياسين الآية 36 ربنا سبحان الذي سبحان تفيد التعظيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. أي أردين ربي ومما لا يعلمون باش أغديني أين تزرام ذي الشويط أين تزري مارا أكثر بين تزرام أين تحصي مارا أكثر بين يتسنم من غير حصان. ذاكي قصد ربي سبحانه في الآيكي من سورة الآية 36 من سورة ياسين. أدنوغا للفايدة النظام أذرار رمز إيواش نسكي ذي المثل مضرب الأمثال الجبل مضرب الأمثال نضرب به الأمثال نقول واحد والله غير فلان جبل لا يتزعزع أنعامه الفلاني ذا ذرار نكثث المثال مراكين الفلاني ذا ذرار بسم الله ما شاء الله غشته زواظو ورزمياته يقلع ذيني مدينة قرني في قبيلي ولشث الشيطة وريه زواظو ولاش الشيطان وريه زواظه. ولكن ما لا ينثب ثث ربي سبحانه أثنوث المثل أسن الفلاني ذا ذرار. أما ذي الثبات ذي ثموسني أسن الفلاني جبل في العلم ذا مضرب مثل ذا الجبل إما إلا يوني يبغى يتكبر يبغى يتكبر يعني واش نقوله له
سورة الإسراء الآية 37 هاو ثم الأردنوس هاو ثم دوا شو واحد متكبر وكذا يشوف الغش كاع يقول وراك رايح الحكم العقلي. قال تعالى إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أنا مين أورث زميرض أتشريض القاعة سيضارني إيه وإيه كان أورث زميرض القديش أذيلي أنشت بذرار. لا لا اللي عنده متر وستين يبقى متر وستين، اللي عنده متر وسبعين يبقى متر وسبعين، هاو كل ما يكبر كل ما يزيد ينحني وراك رايح أيها الإنسان بلا عقل بلا عقل. تعلم انظر الجبل تعرف قدرك بالعقل. هذا جبل، لو كان تشوف خالق الجبل وخالق الكون بالعقل. لذلك ربي سبحانه يخاطب هؤلاء في سورة الإسراء الآية 37 إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. سبحان الله مازال كاين الخير بزاف. يلا نختموها واحدة الفايدة حلوة. إيه هي؟ ربي قال وترى الجبال تحسبها جامدة. ها دروك حنا نشوفوا الجبل تقول هي حبسة، ماشي حبسة، راهي تدور راهي تدور. وطبعا هذا في الإعجاز، هذا باب يحتاج أوقات كثيرة. وين جاية هذه الآية؟ في سورة النمل. النمل في سورة النمل، خلينا سورة النحل درك روحنا سورة النمل الآية 88 وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. سبحان الله صنع الله، كش واحد صنع الجبل؟ هل ادعى مدعين أنه صنع الجبل؟ والله ويسن كان مقدقي ميعرقوا فريه. هذا كل بزاف ناس في البشرية تلفوا تلفوا الرأي التالف. هي الرأي التالف، صحاب الرأي التالف يا ولدي انت والو، وتروح تدعي الألوهية وتدعي روح بالعقل تدعي ما تقدر تدير ولا شيء. ربي قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وكزم رادي خلق لو كرياتور الخالق وحده لا شريك له. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. بعد شو دين ربي صنع الله، هذه صناعة ربانية. ربي يدي خلقني يذور لاقي صنع الله الذي أتقن كل شيء. كل شيء متقن. والله لو كان الإنسان يعيش 10 قرون ويقرأ في الآيات هذه والله ما تكفي. عجيب القرآن عجب. الجن تعرفوا كامل الجن في سورة الجن في الآية الأولى والثانية قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الجن استعرف وتلقى واحد من البشر يا ربي قرأ 5 حروف ولا 7 وكاين الانترنت فيسبوك ويرمي لك الشبهات. يا بابا شو راك رايح؟ هذا ما كان
صنعوا لك فيسبوك، صنعوا لك الانترنت، وراك تشوش على الناس، راك رايح. أقطاب العلم في الدنيا، الجبال نتاع العلماء الكبار يقولوا لا إله إلا محمد رسول الله، وانت يا بديت ديجا راك تقول بلا وما كاش منها. هذه رسالة للشباب اللي راهم يعيشوا في الفضاء الأزرق. الفضاء الأزرق يا حسرة. قراو قراو كتب، معليش شوف الانترنت شوف واش فيها مليح، معليش الانترنت وسيلة، ولكن حذاري. تقول بالعلوم راهي في الانترنت، لا، العلوم راهي في بطون الكتب. اقرأ ربي سبحانه، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن باش نقول آيات خلت العلماء الكبار يدخلون الإسلام من أوسع الأبواب. كان واحد اسمه إدوارد سبنسر جولز، واحد آخر اسمه آرثر أليسون، باين ماشي نتاعنا هذا، باين آرثر أليسون ماشي نغ نغ إدوارد سبنسر جولز، إذن ماشي نغ آرثر أليسون. في 85 جاء واحد ملتقى كبير، قالوا أنا جئت لأثبت بأن القرآن باطل. طبعا هو هضر بالإنجليزية، يعني ياسين كيسيغد باش يدينا بالقرآن كي والو. وكي سمع الله يبارك من الناس اللي سمع لهم عبد المجيد الزنداني في الإعجاز، وبعد نهاية الملتقى قبل ما ينتهي الملتقى يعني يا جماعة هزمتني آية. ينس وسيرد باش الهدى القرآن يوث اللاية ثبيد، خلاص هزمته، اعترف بالهزيمة وشهد، شهد في نهاية الملتقى قال لا إله إلا محمد رسول الله. طبعا في عمره هذاك الوقت في 85 عنده 73 سنة وبعض الشهور، قال ما بقي في عمري أستثمره في الدعوة إلى هذا الله اللي هو الحقيقة الكبرى. السن قرن استقبيليه، وينو ذان يوفى، وينو ذان يوفى، وكذا يتسناديني وظن وفان. لذلك يرد بغ الآيكي وترى الجبال تحسبها جامدة إلى آخره، إلى آخر الآية في سورة النمل الآية 88. الخاتمة، الخاتمة راه في الآية 21 من سورة الحشر، الآية 21. اش يدينا ربي ديكس باش يبين حاجة أعظم؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. زغ بها نختم. هذا الجبل يذوراري في دن المسلاي كذا، لو كان القرآن ينزل في ضربي في ذرار أذرار هذه الشقق، أذرار هذه الشقق باش أغدين يا ربي. هذا هو القرآن المعجزة الخالدة دي شقع ربي سبحانه. إن في وشبه صلى الله عليه وسلم إذ خلقت مرة في سورة الأنبياء الآية 107 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. القرآن لو كان في دين زل ربي في ذرار ذي الشقق ها دعوة أي 21 من سورة الحشر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذه بعض فوائد هذه الآية من آيات الله الجبل. ولا تيزي زويث حملي ذرار تتاكد ثامنت هكا تدورك ديك ذرار شحال كيلومترات باش غدفك ثامنت. شفاء للناس
وربي سبحانه، ولكن إلى الشفاء نظن اللي هو القرآن. نفيد ربي في سورة الإسراء الآية 82: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذه بعض فوائد هذه الآية من آيات الله. الجبل أذرار، كن جاء الله ربي ذذرار جاء ثلويث أرثم لليث سلام ربي في اللون.